أهلا ومرحبا بكم في درس جديد من دروس تعلم اللغة الإسبانية. درس اليوم غادي نقسموه لثلاثة الأجزاء أو لثلاثة الفقرات. الفقرة الأولى غادي نشوفو فيها الفعل كيرير والطريقة ديال التصريف ديالو. الجزء الثاني غادي نشوفو طريقة وضع فعلين جوج الأفعال في جملة، كيفاش كنديرو نوضعو جوج أفعال أو ثلاثة أو هادي في جملة واحدة، كيفاش كنديرو نوضعو هاد الأفعال. والجزء الثالث غادي نشوفوا فيه واحد ديالوغ صغير في واحد المطعم او لا في مقهى بين الكليينتي اللي هو الزبون وبين الكاميريرو اللي هو الشخص النادل اللي كيسربي في القهوة. بلا ما نطول عليكم، على بركة الله. الفعل كيرير، الفعل كيرير باللغة العربية هو أراد، أراد ولا يريد. طريقة التصريف ديالو هي هذه: يو quiero، tú quieres، él quiere، nosotros queremos، vosotros queréis، ellos او la ellas quieren. yo quiero، انا اريد، tú quieres، انت تريد، él أو ella quiere، هي أو هو يريد، nosotros queremos، نحن نريد، vosotros queréis، أنتم تريدون، ellos أو ellas هما أو هن يريدنا. هذا تصريف ديال البربو كيرير، هذه هي الطريقة ديال تصريف الفعل كيرير. من بعد ما شفنا طريقة ديال تصريف فعل كيرير، دابا غادي نحاولو نوضعوه في داخل جملة، وغادي تكون هذه الجملة كتكون من جوج أفعال. غادي نشوفو ملي كيكون عندنا جوج أفعال في اللغة الإسبانية كيفاش كنديرو نتعاملو مع الأول، كيفاش كنديرو نتعاملو مع الثاني. نعطيو أمثلة باش نفهمو أكثر. Yo quiero salir. Yo quiero salir. أريد الخروج. لو لاحظتوا في هذه الجملة الأولى هذه، غادي تشوفوا أن الفعل الأول مصرف اللي هو الفعل كيرير مصرف، وصالير ما تصرفش. قاعدة واضحة كجميع اللغات في العالم وفي أي لغة، الفعل الأول إذا كان عندنا مصرف الثاني والثالث ما كيتصرفوش. الفعل الاول مصرف والافعال اللي تابعه ما كتصرفش، كنخليوها في الانفينيتيف. واضحه الطريقه؟ كيف ما كتشوفوا هذا المثال، هذا قلت يو كيرو سالير، يو كيرو هي انا اريد، وسالير كيبقى هو يعني الخروج ما صرفتوش. تو امثله اخرى: بوسوتروس كيريس viajar a España، vosotros queréis viajar a España، أنتم تريدون السفر إلى إسبانيا. لو شفتوا هذه الجملة هذه، هتلقوا أن vosotros queréis مصرفة، و viajar فعل في الانفينيتيف ما مصرفش. مثال آخر: el quiere vivir en Marruecos، él quiere vivir en Marruecos، هو يريد العيش في المغرب. مثال آخر: ellos quieren organizar una excursión، ellos quieren organizar una excursión. لو شفتوا هذه الجملة تلقاو ellos quieren مصرفة، هما يريدون، organizar هي تنظيم، una excursión، excursión هي واحد رحلة، هم يريدون تنظيم رحلة. لو شفتوا الفعل organizar راه ما مصرفش. نزيدوا أمثلة:
Yo quiero ver la televisión. Yo quiero ver la televisión. Yo quiero ver la televisión. أنا أريد مشاهدة التلفاز. يو كيرو مصرف، بير ما مصرفش، كيبقى في الانفينيتيف ديالو. إذا القاعدة واضحة، كيف ما شفنا الفعل الأول كيتصرف، الثاني ما كيتصرفش، كيبقى في الانفينيتيف. بعد ما شفنا هذه القاعدة، دابا غادي نعملوا واحد ديالوغو صغير في واحد المقهى ولا في واحد المطعم. أنا عارف راسي غادي نجيب لكم شوية ديال الجوع، ولكن ماشي مشكل، على بركة الله. هاد الديالوغو بين الكليينتي اللي هو الشخص اللي هما حنايا الناس اللي كنمشيو لشي قهوة، الكليينتي هو الزبون، والكاماريرو ولا الكاماريرا، كاماريرو ولا الكاماريرا، هما الكارسون في القهوة، ولا سواء مرأة ولا راجل. أول ما كتدخل شي مطعم ولا شي مقهى كتجلس، إلا كان شي شخص كيعرفك، داك الكاماريرو كيعرفك، ما كيهضرش معك بواحد الطريقه عاليه، كيهضر معك بحال شي واحد كيعرفك، صاحبك ولا شي حاجه، يقدر يقول لك اولا او يقول لك بويناس. هذه كلمه معروفه اسبانيا، كيقولوا بويناس. سامي كيتلاقاو مع بعضياتهم، بويناس. جلستي في قهوه، كيجي عندك كاماريرو كيقول لك اولا بويناس، او لا بوينوس دياس، او لا بوينوس دياس. الا كان غادي يحترمك وما كيعرفكش، يقول لك بوينوس دياس، ولا بوينوس دياس سينيور، ولا بوينوس دياس سينيوريتا، على حسب الشخص ولا حسب السيد. يقول لك بوينوس دياس سينيور ولا سينيوريتا، على حسب الشخص واش مرأة ولا راجل. يقول لك اكي استا المينو، اكي استا المينو، هذا هو المينو. المينو ديالنا يعني هو اللي هو الموني، القائمة ديال اللي فيها الماكلة. اكي استا المينو. تم بعد غادي تم بعد ما غادي تشوف الموني اللي فيه الماكلة، يجي عندك يقول لك اول هضرة، كي كيريس كومير. نقدر نقول لك كي كيريس كومير الا كنت كنعرفك، الا كلك يقدر يقول لك كي كيريس كومير، شنو بغيتي تاكل. لو شفتوا هاد الجمله تلقاو كي كيريس كومير، كيريس مصرف، كومير ما مصرفش، كي كيريس كومير، شنو بغيتي تاكل. هذا الا كان شي واحد كيعرفك، اما الا ما كانش كيعرفك راه ما يمكنش يقول لك شنو بغيتي تاكل، خصو يشخصك ويقول لك كي كيري استاذ كومير، كي كيري استاذ كومير. حنا كنعطيو الطرق بجوج، الطريقه اللي هي فورميل، الطريقه اللي هي مشخصه، والطريقه اللي انفورميل، الطريقه اللي ما مشخصاش. حنا كنعطيو الطرق بجوج، الطريقه ديال الشخص انه كيعرفك، والطريقه ديال انك جلستي في واحد المقهى كلاس ما كيعرفكش الكاميرا وكيحاول يهضر معك بواحد الطريقه مأهله بزاف ومؤدبه. كي كيري استاذ كومير، ماذا تريدون سيادتكم تاكلوا؟ الاكل، شنو بغيتوا تاكلوا. كي كيري استاذ كومير، شنو بغيتوا تاكلوا. انت كتجاوبو، كتقول له بور فابور، من فضلك، يو كيرو كومير اونا بيتزا، يو كيرو كومير اونا بيتزا، بغيت ناكل بيتزا. او لا، يو كيرو كومير ال بويو، يو كيرو كومير ال بويو، بغيت ناكل دجاج. الا ما عجبتكش بيتزا كل دجاج. يو كيرو كومير ال بويو. او يمكن تقول له يو كيرو كومير الكارني، اللي هو اللحم، اللحم، بغيت ناكل اللحم. يمكن تكون ما كتاكل لا لحم لا دجاج لا والو، يمكن تقول مثلا يو كيرو كومير اونا انسالادا دي فيردوراس، يو كيرو كومير اونا انسالادا دي فيردوراس، بغيت ناكل واحد سلاده ديال الخضره. بيردوراس هما الخضار. ولا يمكن تكون كتاكل الحوت، كيعجبك الحوت، يو كيرو كومير ال بيسكادو، يو كيرو كومير ال بيسكادو، بيسكادو هو الحوت. والفعل ديال بيسكادو او بيسكادو جاي من الفعل بيسكار، بيسكار هي اصطاد ولا يصطادو، داك الصياد اللي كيصيد السمك، هذاك الفعل كيتسمى بيسكار، وبيسكادو جاي من ديك الفعل بيسكار، بيسكادو هو الحوت.
يمكن تقول له يو كيرو كومير الخامون حلوف، يو كيرو كومير الخامون، وهذه احنا عارفين راسنا ما كنقولوهاش. يمكن تاكل امبورغيسا، بور فابور يو كيرو كومير امبورغيسا. امبورغيسا هو الهامبورغر، هامبورغر. يو كيرو كومير اونا تورتيا كون ويبوس، يو كيرو كومير اونا تورتيا كون ويبوس. بغيت ناكل واحد التورتيا كون ويبوس مع البيض، ويبوس هو البيض، ويبو. من بعد ما سالينا الماكلة يمكن يقول لك عاوتاني شنو بغيتي تشرب. هذه شنو بغيتي تشرب عاوتاني عندنا جوج طرق. يمكن يقول لك كيكيريس بيبير، شنو بغيتي انت تشرب. هيدا بهذه الطريقه كيكيريس بيبير، ماذا شنو بغيتي تشرب. اولا لا كان غادي يحترمك وغادي يهضر معك بواحد الطريقه مأهله، غادي يقول لك كيكيري استاذ بيبير، ماذا تريدون ما الذي تريدون شربه. يعني انت بعد ما كليتي شنو تقدر تشرب عاوتاني، انت على حسب. يمكن تقول يو كيرو بيبير اون باسو دي اغوا، يعني واحد الكاس دلما، ولا يو كيرو بيبير اون بوتيا دي اغوا، على حسب. اون بوتيا هي قرعه، اون باسو هو كاس، اغوا هي الماء، هو اغوا هو الماء. يمكن نقول عاوتاني يو كيرو بيبير السومو، يو كيرو بيبير السومو، بغيت نشرب سومو. وكيف ما كتلاحظوا في هذه الجمل، يو كيرو مصرف، بيبير ينشرب ما مصرفش، كيبقى هو يو كيرو بيبير السومو. سومو هو العصير اللاتشين. يو كيرو بيبير لا ليتشي، لا ليتشي هو الحليب. ولا يو كيرو اون باسو دي ليتشي، سواء يو كيرو بيبير لا ليتشي بغيت نشرب الحليب، او لا يو كيرو بيبير اون باسو دي ليتشي. يو كيرو بيبير اون كافي، يو كيرو بيبير اون كافي. الى قلنا يو كيرو بيبير اون كافي بورو، يو كيرو بيبير اون كافي بورو، يعني قهوة، بغيت نشرب واحد القهوة سوداء بلا حليب. يو كيرو بيبير اون كافي بورو. ويمكن تقول يو كيرو بيبير اون كافي كون ليتشي، يو كيرو بيبير اون كافي كون ليتشي، بغيت نشرب قهوة بالحليب، اريد شرب قهوة بالحليب. كون هي مع ليتشي هو الحليب. قدر يسولك هو يقول لك كون السكر او سين، كون السكر كون الاسكر او سين، كون الاسكر او سين، زعما واش بالسكر او لا بدون. سين هي بدون، مع السكر او لا بدون. ديك الساعه تجاوب تقول له كون السكر او لا سين سكر بور فابور. بعد ما كلينا وشربنا يقدر يسولك سؤال اخر، يعني واش بغيتي شي حاجه حلوه في الاخر تختم بها. كيري اوستيد الغونوس دولسيس، كيري اوستيد الغونوس دولسيس، هل تريدون يعني شي حاجه حلوه، شي حاجه الحلويات هذه في الاخر. يمكن يكون لوس دولسيس اللي هما الحلويات، يمكن يكون البوستري، البوستري اللي هي الفاكهه ولا الفواكه. يمكن يكون لوس دولسيس اللي هي الحلوه، يمكن يكون البوستري من بعد ما كلينا وشربنا الاخر غادي نشوفوا واحد الفاكهه ولا شي حاجه حلوه كنختموا بها. في ديك الساعه لوس دولسيس هما الحلويات، والبوستري هما الفاكهه. وفي الاخير كيقول لك كي ابروبيتشي، كيحط لك الماكله وكيقول لك كي ابروبيتشي، كي ابروبيتشي هي اللي عندنا صحتك بالصحه، كي ابروبيتشي بالصحه، بالصحه والعافيه، كي ابروبيتشي. بعد ما كتاكل وتشبع، بعد ما كتاكل كتنوض كتقول له يو كيرو باغار، يو كيرو باغار. باغار هي الفعل دفاعة، يعني بغيت ندفع، بغيت نخلص،
بعد ما كليتي خصك تمشي تخلص ضروري، كنشي تاكل وتهرب. يو كيرو باغار، بغيت نخلص. كتقول له مثلا كوانتو كويستا، يعني شحال كوانتو كويستا، شحال التكلفه كوانتو كويستا، او لا فاكتورا بور فابور، جوج حاجات. كوانتو كويستا شحال هو الثمن ولا شحال هي التكلفه، او لا فاكتورا بور فابور، الفاتوره من فضلك. صافي كتخلص وكيختمها معاك بغراسياس بور سو بيسيتا، حيت حنا ما يمكنش يقول لك غراسياس بور تو بيسيتا، حيت لاقى لك غراسياس بور تو بيسيتا كتجي شويه بحال شي واحد ما كيحترمكش، كيقول لك شكرا على زيارتك، كتجي شويه، ولكن يقدر يقول لك شكرا على زيارتكم، يعني شي حاجه شخصه. غراسياس بور سو بيسيتا. ولو لاحظتوا في شي قهوه كتجلسوا دائما في اسبانيا، ولا لو لاحظتوا في مقاهي كنجلسوا، ولا في ريستورانتيس كنجلسوا، كنلقاو واحد البياسه كيتحطوا فيها الكاغيط البابيل اللي كيمسحوا به اليدين، كتلقى مكتوبه فيها غراسياس بور سو بيسيتا، غراسياس بور سو بيسيتا، هي شكرا على زيارتكم. كنتمنى تشبعوا وتاكلوا مزيان، تهلاو لي فراسكم. الى درس اخر ان شاء الله، الى اللقاء.